بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي حفظه الله، العلماء الأفاضل، أبائي، أخواني، أخواتي، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. علي معكم في مشهد طبعا. ما ادري اذا اتصلت لك، ما شفت رديت، ما ادري، بس نريد نطمن عليكم ان شاء الله زينين كلكم. يلا في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي العزيز، لا، لم نكن بخير. لم نكن بخير أبدا يوم فقدك. أبناؤك وبناتك وأهلك بل وسائر محبيك لم يكونوا كذلك. لقد نزل علينا نبأ رحيلك كالصاعقة، فهد قوانا جميعا، وبالرغم من هول المصيبة فقد كانت هذه الحشود المؤمنة والتي هبت منذ اللحظة الأولى لرحيلك حتى يومنا هذا كانت بلسما يداوي جراحاتنا بفقدك. فحبك قاسم مشترك لا فرق فيه بين صغير وكبير. اسمحوا لي أن أقرأ شطرا يسيرا من وصيته قدس الله سره. هذه وصيتي لولدي العزيز جعفر، وأوصيه بالالتفات إلى أخوته الصغار وتوجيههم، كما أوصيه وجميع أولادي بالتعاون فيما بينهم، وألا ينسوني من الدعاء والاستغفار. سماحة الشيخ عبد الحسين الستري قدس الله روحه الزكية هو والد الجميع، وهو يناديكم جميعاً بألا تنسوه من الدعاء والاستغفار. وكما هب الجميع لتوديعه، ها هم كذلك في يوم تأبينه. بالنيابة عن أخي العزيز الشيخ جعفر حفظه الله، وعن عموم عائلة مرهون وعائلة الشيخ عبد الحسين الستري قدس الله سره، نشكركم جميعا، نشكر جميع من واسانا في مصابنا الجلل من العلماء ومدرسي وطلبة الحوزات الدينية في الداخل والخارج، ومن الجهات الرسمية والأهلية في البحرين، والوجهاء والأعيان والمآتم والجمعيات والأهالي، سواء بالحضور أو بالهاتف أو بالبرق أو وسائل التواصل الاجتماعي، وندعو الله ألا يريكم مكروه في عزيز لديكم. كل الشكر والثناء لجميع المآتم والأفراد الذين أقاموا مجالس الفاتحة والتأبين على روح والدنا الغالي. شكر خاص لمأتم حمد وحسينية الحاج علي المرزوق الذين سخروا كل إمكانات المأتم أيام الفاتحة وأيام التأبين. ولا ننسى الدور الكبير التي قامت به جمعية سترة واديان الحسينية، وعدد كبير من الشباب المؤمن الذين أخذوا على عاتقهم تنظيم هذا التشييع المهيب. شكرا يعجز عنه اللسان
لأعضاء اللجنة المنظمة وجميع اللجان العاملة في فعاليات حفل هذا التأبين الذين أخذوا على عاتقهم هذه المهمة وإنجازها في وقت يسير جدا. عائلتي الغالية، عائلة مرهون، نفتخر بالانتماء لكم، فأنتم خير سند لجميع أفراد العائلة. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الكبير. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله من يقرأ لروحه سورة الفاتحة.